نتكلموا بالضبط على الدور ديال الام ديال جميله اللي هو شخصيه انتيا. كانت واحد الام اللي هي قاسيه بزاف، وحتى الشخصيه ديال جميله تظلمات في هذاك المسلسل. ما بالنسبه لي انا ممكن اللي هما ضدي، مي غنقول الصراحه اللي كنحس بها انا، ما ظلماتش. واحد الظلم اللي كنشوف به الناس كيواجهوني به برا، ولا ولا حتى شي بعض الصحفيين وصحفيات كيواجهوني بانه راه دور شرير وبدور قاسي على بنتها وبدور. فانا كنلقى بان ايه هي شويه تقليديه ديك المراه بزاف، وهي خايفه على بنتها. يمكن داك الحب ديالها تجاه داك البنت وخوفها عليها اللي كتخليها انها راه ومن الحب ما قتل. ممكن ما تنشوفش بان راه حتى البنات هما شويه تبتوا، ماشي جينا في هذه الفتره هذه داك التحرر. راه حنا باقيين دوله اسلاميه، دوله عربيه، دوله اللي باقا كتحشومه هذه وحشومه هذه. يعني كاين التحرر، ماشي ما كاينش، ولكن باقي واحد التشبث بالتقاليد ديالنا، بالتشبث ديال يعني اي ام كيف ما بغات تكون كتخاف على بنتها. انا الوالده عندي كانت كتخاف عليا، كنت انا الاخر ديالتها، كانوا عندنا جوج البنات وبيني وبين بين بينهم جوج ديال الاولاد، يعني انا الاخره وهذه، فكانت كتخاف عليا بزاف. دائما عندك ديري، عندك ديري ليا، عندك تحشمي بيا، عندك ديريني، قلت لراسي ونقلت لك. يعني هادو مسائل سمعتهم من عند امي. يعني كانت العلاقه في واحد الوقت، في واحد الوقت، وكانت في ديك الساعه انا كنت كنرفضها داخليا، ولكن ما كنقولش لها راه انت قاسيه عليا ولا نو با دي تو. بحال كنتقبلها، اه راه مجتمعنا هكا. يعني حنا خصني مي دابا كاين واحد التحرر. يعني حنا في المسلسل شفنا ان حتى داك الحوار ما كاينش بين ديك الام وبنتها، تعرفها هي شنو باغات، يعني ما تسدش عليها داك الباب حتى ديال النقاش. يعني كنشوفوا البنت كتدخل كتسد عليها، صافي الام كتعطي واحد الامر، ديري هذه ما ديريش هذه. لا ولكن ماشي كتامرها، راه حتى هي كتدخل وكتسد، ما كتسوقش لما ما شفتيش هذا الجانب. انا شفت، ولكن قلت يمكن ان الام هي اللي خالقه داك الجو في الدار ديال ان البنت ما كتعطيهاش الوقت باش تحاور معاها ولا تقول لها. البنت ما عطيش لامها وقت باش تبرك معاها، لان ديجا البنت كتبان ليا بان ماشي شي وحده مثقفه. هذا الشيء اللي لاحظته في المسلسل، كتبان بان ماشي شي انسانه مثقفه ولا عند هذاك اللبنه ديال الحوار. واش فهمتي؟ حتى الام ممكن حتى الام حتى هي ما عندهاش، يعني راه المخرج قدمها بواحد الشكل ثاني، ماشي بدوك الزيوفه وبدوك ديك المراه البلديه كاع 100% ولا هذه، واش فهمتي؟ ولكن هي بنتها الوحيده، يعني خوفها عليها هو اللي خلاها. نعم، وقلتها في بزاف ديال اللقاءات وداك الشيء، هو ان كانت الوالده، وكنت كنناقشها بعض الخطرات كنضحك معاها وداك الشيء، تتقول لي تتولديهم. وإيفيكتيفمون نهار اللي ولدت هذه ولات عندي البنت وموراها الولد، بديت كنخاف عليهم.